وافق مجلس النواب خلال جلسته اليوم برئاسة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب علي اقتراح برغبة بصفة الاستعجال بشأن قيام الحكومة باتخاذ إجراء عاجل وسريع لوقف الصيد البحري بشباك الجر القاعية أي ما يعرف بالكراف يهدف هذا الاقتراح برغبة إلى حماية البيئة البحرية والمخزون الغذائي في البلاد وحماية مصالح المواطنين من الاستغلال والتجاوزات في الأسعار، حيث تضمن تطبيق المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002 حول تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية. هذا وقد تم الموافقة خلال الجلسة على عضوية اللجان الفصلية النوعية الدائمة.